السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله تاني فيديو من سلسلة برنامج فيلمورا 9 وهو ازالة العلامة المائية. بالنسبة للناس اللي ما نزلش برنامج هتنزله من الاي دي. الفيديو ده فيه طريقة تحميل البرنامج وتفعيله مدى الحياة. النهاردة ان شاء الله هنشوف ازاي هنحذف العلامة المائية من الفيديو وتفعيله مدى الحياة. بالنسبة للناس اللي ما اشتركتش في القناة ارجوك اشترك، ولو عجبك الفيديو اخبط لايك وشير، اللايك بيفرق معانا جدا. يلا بينا نروح على الفيديو. فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نحذف العلامة المائية دي ونحولها للصورة اللي على اليمين. تعالوا نشوف ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنخش في شرح النهاردة باذن الله. اول حاجة نبقى فاتحين البرنامج، بعد كده تخش بارتيشن سي، نفتح ويندوز، ندور على فايل سيستم 32 درايفرز etc. الفايل اللي اسمه هوستس هنشيله بره، ناخده كات، هنفتحه عن طريق النوت باد، وهسيب لكم الكود بتاع التفعيل في الديسكريبشن ان شاء الله. طبعا عشان انا فعله قبل كده فمش هفعله تاني. هو الكود ده طبعا انا نسخته قبل كده، مش محتاج ان انا اكرر العملية، مش سايف عشان انا فعله قبل كده. بفتح الفايل تاني، خلاص انا مش محتاج الفايل ده في حاجة، هقفله. انا سايب لكم في الديسكريبشن فايل في اكواد تفعيل، سايب لكم في الوصف برودكت كي، تمام؟ اختاروا اللي انتوا عاوزينه، كلهم شغالين. هستخدمه ازاي هقول لك. احنا فاتحين البرنامج، اول حاجة هتفصل النت. فصلنا النت هتدوس على هيلب اكتيفيت في المورا 9. طبعا هيطلب منك ايميل، هتستخدم اي ايميل من دول بالكود بتاعه، اي ايميل كلهم شغالين. انا طبعا مفعله قبل كده عشان كده مش محتاج افعله تاني. وبكده ان شاء الله الفيديوهات مش هيظهر فيها علامة مائية نهائي. متنسنيش من صالح دعاكم، وانتظروني ان شاء الله في بقية السلسلة لغاية ما نخلصها في المورا 9. اي موضوع حابين نتكلم فيه في الكومنتات ان شاء الله، وهنبدأ نشرحه مع بعض.